الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الأمجاد والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المعاد. يسعدني ويشرفني باسم صحار الإسلامي وكافة العاملين فيه أن أرحب بكم وأشكركم على الانضمام إلينا في الافتتاح الرسمي للمقر الجديد لفرع صحار الإسلامي. ومع احتفائنا وفخرنا بهذه المناسبة يزداد فخرنا بتزامنها مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني 48 المجيد. ويشرفني أن أهنئكم جميعا بهذه المناسبة وأن أرفع باسم صحار الإسلامي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه.